عم تمطر الخير الغزيرة أغلب مناطق البلاد اليوم وسط توقعات مراقبي التنبؤات الجوية باستمرارها خلال اليومين المقبلين، حيث قال مراقب التنبؤات في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي إن البلاد تتأثر بحالة من عدم استقرار الطقس إثر امتداد المنخفض السوداني الموسمي تزامنا مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر كميات السحب وهطول أمطار متفرقة. وفيما دعت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس، أعلنت مؤسسة الموانئ توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما شهدت بعض المناطق انحسارات للمياه خصوصا في مناطق تشهد أعمال طرق.